تعود المحافظات الجنوبية لواجهة الصورة من جديد، لكن هذه المرة عبر بوابة القاعدة والحرب على الإرهاب في كل من عدن وحضرموت وأبين ولحج. ففي أبين تدخل الأحداث منعطفا جديدا بعد الأنباء الواردة عن توقف العملية العسكرية قبل استكمال عملية تطهيرها من تنظيم القاعدة، العملية التي استؤنفت قبل يومين ووصلت القوات خلالها إلى منطقة دوفس وأجزاء من زنجبار بالتزامن مع غارات عدة لطائرات التحالف استهدفت مواقع التنظيم، حتى بدا كأن أبين على عتبة حرب جديدة. تندر الصور والمعلومات من مناطق المواجهات، فيؤكد مسؤولون عسكريون إمعان تنظيم القاعدة في استراتيجية القتالية القائمة على أسلوب الاستنزاف من خلال الكمائن والعملية الخاطفة، فيما تحاول القوات الحكومية بسط نفوذها على المحافظة وتأمين الخط الدولي الذي يربط عدن بمحافظة حضرموت عبر الساحل، وكذا قطع خط الإمدادات بين عناصر الإرهابيين في زنجبار، أبين وحضرموت. توقف العملية العسكرية في أبين تزامن مع عودة الانتشار الأمني المكثف إلى لحج وبدء العملية العسكرية ضد التنظيم في حضرموت عقب وصول تعزيزات عسكرية إلى المكلا لإسناد القوات في عملية تحرير وتطهير المدينة، رافقتها حملة جوية يخوضها التحالف، حيث شنت الطائرات عدة غارات استهدفت مواقع يتمركز فيها عناصر التنظيم في المكلا والوادي ومدينة الشحر. الحرب ضد تنظيم القاعدة في جنوب البلاد واستمرار خروقات الميليشيا لوقف إطلاق النار في الشمال يجري بالتزامن أيضا مع المخاض العسير لمحادثات السلام الجارية بين الحكومة والميليشيا في الكويت برعاية الأمم المتحدة، وبالتزامن تضغط القوى الدولية على ضرورة محاربة الإرهاب في اليمن كاستراتيجية تحث عليها الجهود من أجل تهيئة المناخات وتقليل مفاعيل العنف، ناهيك عن أولوية الحكومة في تطهير وتثبيت الأرض التي تقف عليها. مراقبون يرون أن التقدم في المعركة ضد القاعدة جنوب البلاد سيخفف من الضغوط الدولية هذه ويعطي التحالف والحكومة مجالا أرحب للتقدم العسكري في الشمال حال انهيار المفاوضات، لكن التحدي الأكبر يقول مسؤولون حكوميون هو مدى قدرة القوات على الاحتفاظ بالأرض عقب السيطرة عليها.